عزيزي المشاهد الكريم، بكل ترحاب أهلا وسهلا بك في برنامجك مستني إيه؟ النهاردة في هذه الحلقة هنناقش موضوع من الموضوعات الهامة جدا وازدادت جدا في هذه الآونة في صورها وأشكالها، ألا وهو موضوع الانفصال والطلاق. ترى في الوقت الذي ينتظر ويبتغي شباب كثيرين من الجنسين، شبان أو شابات، أن يرتبطوا، أن يكون لهم بيت، أن يكونوا مستقرين، فتصفحون الجرائد ويدخلون بعض المواقع في الإنترنت، تصل إليهم معلومات أمينة عن نسب الانفصال وعن ارتفاع نسب الطلاق وغيرها من المشاكل في البيت. عزيزي، هل في مجال للطلاق؟ عزيزي، ما هي الأسباب الرئيسية للطلاق؟ مشاهدي، هل من حق الزوجة أن تطلق زوجها لأي سبب؟ هل حق من حق الزوج أن يطلق زوجته إن كانت وضيعة في جمالها، متواضعة في مظهرها أو في أسرتها، غير مطيعة، غير خاضعة، أو أخطأت لأي سبب من الأسباب؟ عزيزي المشاهد، أرجو إنك تستنى معانا بعد هذا الفاصل نتكلم عن هذه القضية الهامة في أيامنا الحالية، الانفصال والطلاق. قصة حب رومانسية كتبت في صفحاتها أحلى الكلمات، أرق المشاعر، كلمات عذبة خرجت من قلب محب لقلب آخر. ما أن سمعها حتى نثر العطور على المسكونة بأثرها ودقت الأجراس، معلنة اتحاد قلبين بدأوا حياة جديدة بخطوات ثابتة في طريق فرش بالورود. فجعلوا السماء هي سقفه والحب هو أرضه. تعهدوا بالإخلاص في السراء والضراء، في الصحة والمرض، إلى أن يفارقهم الموت. وفجأة يكتشفون أن الأحلام الوردية لا تدوم. عزيزي المشاهد الكريم، بكل احترام ليك نشكر إلهنا لأنه جمعنا في هذا الوقت نتحدث في برنامج مستني إيه؟ عن موضوع الانفصال والطلاق وما بينهما. يمكن تسألني إيه ما بينهما؟ هنتكلم فيها بعد شوي، لكن بصفة عامة كلنا نعرف إن الزواج ثلاث أنواع: زواج بموافقة الله الرحمن على هذا الزواج، زواج بموافقة الإنسان، زواج بموافقة الشيطان. زواج بموافقة الرحمن، زواج بموافقة الإنسان، زواج بموافقة الشيطان. أود من قلبي إن كنت متزوج تكون من النوع الأول،
أشكر رب جدا لأجل كل من وفقوا في الزواج بموافقة الرحمن، إلهنا الحكيم الرحيم تبارك اسمه الكريم. فمثلا لما نشوف في العهد القديم أحد الآباء المتميزين له مكانته الرفيعة ودعي خليل الله وهو إبراهيم، زواج من الرحمن، ارتبط بسارة. ولما نشوف زواج من الإنسان أشوف واحد زي شمشون. شمشون كان بطل وكان قوي لكنه نذير وشخص مفروض يكون عايش في قداسة، لكن يذهب لبلد أو أخرى ويرى امرأة ويرتبط بيها وتحسن في عينيه. اقرأ الكلام ده في سفر القضاة صح 14 و15 ويرتبط في وقت من الأوقات بدليلة، أي الضعيفة أي المعشوقة، إنه من الإنسان لأنه حسن في عينيه هذا وسمح الرب بهذا الزواج. أما الزواج الثالث فهو من الشيطان، زواج من الشيطان. نعم، فكرت في نفسي إيه الزواج اللي في الشيطان؟ لقيت من ضمن الشخصيات اللي اتكلم عنها في سفر ملوك الأول أصحاح 16 وأصحاح 17 أخاب كان ملك لكن باع نفسه لعمل الشر واتجوز واحدة أبوها بيعبد البعل، بيعبد الشيطان، بيعبد الآلهة الغريبة. أبوها اسمه أثبعل أي تابع البعل، وهي إيزابل معناها منخفضة ضعيفة، وخلفوا بنت شريرة اسمها عثاليا، حاجة مرة، زواج من الشيطان. إذن زواج بموافقة الرحمن، زواج بموافقة الإنسان، زواج بموافقة الشيطان. على هذا أقول كل زواج له نتائجه وله ثماره. فمثلا إبراهيم وسارة رغم اجتازوا في ظروف قاسية لكن انتظروا الرب واداهم إسحاق، وسارة تبقى أم إسحاق وإبراهيم يبقى أبو إسحاق. ولكن شمشون بكل أسف لأن زواج من الإنسان قلعت عينيه وأخاب لأنه زواج من الشيطان انتهت حياة زوجته نهاية أليمة وأطلق عليها لفظ الملعونة ودفنت وانتهت صفحتها والكلاب لحست دمه. آهي. الله يعلم كل بداية ويعلم أيضا كل نهاية. الله يعلم الخفيات، يعلم السرائر، يعرف خفيات القلب، يعرف ميول القلب. الله محدد خطة لكل شاب وكل فتاة، لكل شخص ارتبط بيه. الله وضع قوانين في أمر الارتباط وغيره. ومن ضمن الارتباط الذي أتحدث عنه مثلا في كورنثوس الثانية أصحاح 6 أتكلم بصفة عامة لكن انكلودد ضمنا نأخذها على الزواج، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. ما فيش موافقة بين مؤمن في المسيح وللمسيح وشخص غير ذلك، ما فيش اتفاق، ما فيش شركة، أي شركة أي موافقة أي نصيب لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. أيتها الفتاة أيها الشاب انتظر إلهك دائما،
طوبى لمن ينتظر. انتظر عشان يوافق الرب على الزواجة دي. انتظر عشان الرب يريحك ويريح أسرتك وتكون البداية والنهاية وما يتخللها من قبل الرب. ولكن بتحدث أكثر من شيء، أكثر من يؤلم. فأنا مضطر أقرأ لك حاجة تكون فاتحة في الحديث. يقول الإنجليون والعلمانيون الأقباط يرفضون مواد التعديل ويؤكدون إنها ستشعل أزمات الطلاق، ويستكملون طلاق انفصال. بنشوف حاجة أصعب، وأنا بتكلم بصفة عامة. رجل مخلوع كل 5 ساعات. يا ساتر، كل 5 ساعات رجل مخلوع يتخلق، مراته تخلعه، حاجة أليمة جدا يا جماعة. والنساء يرفضن الزواج منه. علشان الملف ده أستكمله معاك عزيزي المشاهد الكريم، أقول بكل ألم، ألم تذهب للمحاكم في يوم من الأيام؟ وفي الأحوال الشخصية بصفة خاصة، وقضية أو الأسرة وقضايا الأسرة والعائلة، ألا ترى دموع؟ ألا ترى مشاجرات؟ ألا ترى أحقاد؟ ألا ترى كراهية؟ ألا ترى حسد؟ ألا ترى جراحات قديمة؟ تصفية حسابات أليمة؟ ألا ترى فايلات، دوسيهات تفتح بألفاظ غير مسؤولة، شتائم، كلام سفاهة، كلام هزل؟ ألا ترى؟ ألا تسمع من الشقق أصوات وصرخات وتشاجرات؟ إن كنت ترى الطلاق من زاوية، إنني أرى في وجهة نظري طلاق ثلاثي، طلاق روحي، طلاق نفسي، طلاق جسدي. الطلاق الروحي هو بعد عن الله، انفصال عن الله، وأصبح الزوجين في بيتهم، مش الله الشاهد بينهم، مش الله هو صاحب القرارات، مش الله اللي يفتح كتابه في بيتهم، مش الله اللي يسود على أفكارهم وأقوالهم ومشاعرهم، مش الله اللي يجعلهم قدوة قدام ولادهم، لكن فقدوا أولادهم، خسروا بناتهم روحيا. إنه طلاق روحي يبدأ بشخص ويصل إلى الأسرة، زي الكانسر، زي السرطان. فالشخص بيقول أنا في لي علاقة بالله، بس مين هو الله؟ الله الحي الحقيقي؟ ليك علاقة بالمسيح؟ ليك علاقة بالمخلص؟ طب حب الكتاب، اللي بيحبه يحب كلامه، يحب وصايا، يسمع وصايا، افتح الكتاب، سيب كتابك مفتوح واقرأ، وخلي زوجتك تقرأ، اقعدوا خدوا خلوة، اقعدوا عشان ما يكونش في طلاق روحي. أخاف بعد الطلاق الروحي اللي بينك ما بين الله، اللي بينك ما بين قدسي العلي، اللي بينك ما بين الأتقياء والأفاضل، اللي بينك ما بين رجال الله اللي لهم علاقة بالمسيح، اللي بينك ما بين مراتك روحيا والكتاب والصلاة، هيصل الأمر لطلاق نفسي. طلاق النفسي هو بين وبين الزوجين مفيش عواطف، مفيش مشاعر، مفيش تقدير، مفيش احترام، ثم يصل إلى طلاق جسدي، وهذا ما نشاهده أو نراه، انفصال، خلة، وطلاق. عزيز المشاهد، في هذه الحلقة يحتاج منا الوقت أن نستكمل. استنى معانا بعد هذا الفاصل وسنواصل.
الطلاق والانفصال، وجهان قبيحان ونهاية غريبة ومريرة لقصة حب خطت في القلوب وصنعت علامات لا تنسى. إنها انخلاع الروح من الجسد، استئصال لقلب ينبض من جسد ضعيف، فلا يعيش هذا ولا ذاك. صدمة قوية تفصل الزمن إلى ما قبل وما بعد، تجربة يخرج منها الزوجان بنفس كثيرة، يتساءلان ماذا كنا وكيف أصبحنا ولماذا. أسئلة كثيرة يضاف لها سؤال آخر. مستمعين، عزيزي الفاضل الكريم، مشاهدي الغالي على قلبي، أهلا وسهلا بيك مرة تانية لنستكمل في برنامجك مستني إيه؟ موضوع الانفصال والطلاق. لقد تحدثنا في الجزء الأول عن ثلاث مشاكل في هذا الأمر: انفصال، خلع، طلاق. وتحدثنا عن الطلاق إنه ثلاثي: طلاق روحي، طلاق نفسي، طلاق جسدي. شفنا بعض الصور الأليمة عن هذا، والنسب نسب بتزداد الحقيقة، تزداد من نواحي كثيرة، ولكن قلت على إحدى البلدان وصل ل60% نسبة الطلاق. لكن أنا النهاردة عايز أقول لك حاجة في الملف اللي قدامنا ده. إذا كنت قلت لك إن الله بيكره الطلاق، لكن يقول الوحي أيضا من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزن، متى 5:32. أقول الوحي في لوقا 16:18: كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني. انتبه، كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني. انتبه للي أكتر، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. انتبه انتبه، احنا قدام الله احنا مسؤولين نقدم هذا التعليم. ان كنت حكيما فانت حكيم لنفسك، وان استهزأت فانت وحدك تتحمل. لكن في حاجة بتتحمل مسؤولية: تطلق مراتك على ايه؟ تطلق مراتك عشان مش بتطيع، عشان مش بتخضع، عشان مش حلوة. تطلق مراتك عشان مش بتخلف، عشان ما جابتلكش ولد. بتطلق مراتك عشان مريضة جسديا، نفسيا، عصبيا. ربنا يعالجها يا أخي، حطها قدام ربنا. تطلق مراتك عشان كل شوية بتروح عند حماتك أو حماك، وده سبب عيب يا أخي. احسب حساب النفقة، شوف مستقبل ولادك وبناتك، وانت ضامن تتجوز جوازة توفق فيها. انتبه، بي كيرفول. فكل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. الله يكره الطلاق. في علة الزنا، من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. أقول لك على حاجة أكثر وضوحا من كلمة الله. في رسالة روميا بصفة أخص، أو في مطلع الأصحاح 7، يقول الوحي إن المرأة التي تحت، خلي بالك، تحت رجل يعني ناموس يعني قانون، هي مرتبطة بالراجل ده، بالقانون ده، رجل حي. ولكن عايزة تتجوزي، إذا كنت ترملت من حقك،
إذا كان جوزك مات من حقك، مش لأنه مش عاجبك، مش لأنه قصير قوي ولا تخين قوي ولا طويل قوي ولا يعني شكله مش، ولا قلبك مال لحاجة مش مظبوطة. انتبهي، فين ربنا في حياتك؟ الكلام ده ورد مرة أخرى عشان المشاهد الكريم ينتبه وياخد لباله ويلاحظ هذه الكلمات في كورنثوس الأولى أصحاح 7. بيقول الوحي في عدد 39: المرأة مرتبطة بالناموس، أي ناموس الزواج، ما دام رجلها حيا، ولكن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج. جوزها انتقل، ترملت، بس اسمع، لو هي في المسيح وبتحب المسيح وعايزة تخدم المسيح ومؤمنة بالمسيح بمن تريد، مش أي واحد، بس بص الدايرة، في الرب، يعني في مشيئة الرب فقط، فقط، عشان ما يكونش في طلاق، عشان ما يكونش في انفصال، عشان ما يكونش في خلع. عزيزي المشاهد الكريم، أخي أختي، أعتذر إن كنت بتكلم بهذا الأسلوب، ولكن لما أراه، لما أسمعه، لما أشاهده، يا جماعة معظم التليفونات في الوقت ده عن المشكلة دي، عايز أخلعه. تخلع مين؟ تخلع ضرسك ولا تخلع مين؟ هطلقك. تطلق مين؟ على مهلك يا أخي. وأعرف ناس لها سنين في هذا المرار، أنا مش بشجع على كده. طلاق معروف، طلاق روحي، طلاق نفسي، الطلاق الجسدي اللي الناس بتفكر فيه. خلع معروف، اختلفوا في حاجة اخلعوا. المهم انيهاو، بأي طريقة أنا عايز أتكلم في النقطة دي، عايز أقول الزنا خطية، شر. الزنا يفسد العلاقة الزوجية، لكن لا يعطيك أحقية بالزواج مرة أخرى. هقول لك على حاجة ربنا يسعفني بيها، لازم أقولها. في واحد ملك كان عظيم وأخطأ، ارجع واقرأ صمويل الثاني 11 و12. هذا الشخص وقع وأخذ واحدة، كان بيتمشى على السطح ورأى وطلب ووقع وارتبط وخلف. الولد اللي خلفه ضربه الرب ومات. الزوجة اللي أخذها من زوجها وزوجها كان في حرب، وهذا الملك يعلم بذلك. تصور يصل به الأمر إنه يخلي زوجها اللي في الحرب يتقدم في الصفوف الأولى ويموت مضحيا، وياخد الزوجة بسخاتها قبل ما يموت. تعرف الزوجة دي ولا مرة كتاب ربنا، كتاب إلهنا، يقول عن دي زوجة فلان الملك دي، لكن يقول ايه؟ التي هي للراجل اللي اتقتل، أورية، يعني مش بتحتاج، مش من حقك. بي كيرفول، انتبه. معرفش ليه لازم اقول الاتي، لازم اقول لو في حد عايش في علاقة مش مظبوطة يتوب، يرجع، يبعد عن هذا وذاك، وقول له إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، كما قال هذا الشخص الذي وقع في هذه الخطية، لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك، إنه قضاء إلهي، لكي تغلب دائما. يا رب أنت الغالب، متى حكم؟ رب أنا جاي لك، ارحمني،
رب استلمني، يا رب غير علاقاتي، يا رب افتقدني، يا رب عايشني ليك، يا رب سامحني على كل خطأ يصدر مني. تعال بتوبة قلبية، تعال بتوبة حقيقية، تعال بإرادة واعية، تعال بالثقة حقيقية. إلهك يحبك، يقبلك في وضعك حتى لو وقعت في خطية مماثلة. إلهك مستنيك، قبل المرأة الخاطئة رغم إنها خاطئة. في إنجيل يوحنا أصحاح 8، قبل امرأة عاشت مع واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة سامرية، يقبلك، يقبلك، تجيله قول له ارحمني غيرني. تعال اصلي معاك في النهاية، اسكب قلبك بخشوع قدام الرب. يا رب ارحم بيتنا من الانفصال والخلع والطلاق، ارحم أسهرنا، وإذا كان يا رب في حد وقع في هذه أو تلك احفظنا من الطلاق الروحي، الطلاق النفسي، الطلاق الجسدي. قدس بيوتنا، كن أنت الشاهد في بيتنا يا رب، نحترمك، نوقرك، نقدرك، نهابك. احفظ بيوتنا، اقبلني يا رب، غيرني يا رب، من اليوم أنا ملك لي، في اسم الرب يسوع، آمين. الرب معاك، ونشوفك في حلقة جديدة من برنامجك مستني.